ايه اللي بيحصل معايا ده؟ معقول انا عندي القدره دي؟ انت بتسال؟ ما انت جربت وعرفت بنفسك انه عندك. لا انا لازم اقرا في الموضوع ده. انا كده اصلا ممكن اتنقل في حته تانيه خالص، ممكن ابقى بني ادم تاني. بقول لك ايه، انا حاسه ان الدنيا رايقه. طب يلا انا مستنياك، هسيب لك الباب مفتوح. انت بتعمل ايه هنا؟ مستر جاسر انا جيت هنا بس يعني كنت بتكلم معاه في حاجه خاصه يعني. بيعمل ايه ده عندك؟ زي ما قال لك يا مستر جاسر، كان بيتكلم معايا في موضوع مهم. مستر جاسر حضرتك يعني دخلت علينا فجاه، شفت حاجه غلط؟ شفت اي حاجه مش مظبوطه؟ ما انا غلطان، الظاهر ان انا كان المفروض استنى شويه. مستر جاسر من فضلك انا مش هقبل بالتلميحات دي، عادل زميلي وزي اخويا وفي ما بيننا شغل، وزي ما بيدخل المكتب وبنبقى لوحدنا دخل هنا كمان، ولو حضرتك شايف ان في اي حاجه غلط انا ممكن امشي من هنا فورا. عادل انت تمشي حالا، تنزل من هنا على بره الاوتيل. يلا up to you. عادل ازيك؟ اهلا يا مس ديما. مستر جاسر فين؟ معرفش. ما بردش على تليفونه ولا في اوضته ولا في اوضه المكتب. قلت لحضرتك معرفش. ايه ده؟ هو انت في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجه. انا هطلع اشوفه فين. اوكي ماشي. على فين يا مستر عادل؟ بلم حاجتي زي ما انت شايف واسيب الاوتيل. طب والريسبشن مين هيبقى مسؤول عنه؟ معرفش، مستر جاسر يعرف كل حاجه، اساله. اساله؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انت ايه اللي جابك الاوتيل دلوقتي؟ وانت كنت بتعمل ايه جوه عند دنيا؟ مش شغلك، انا اتخنقت منك ومن اسئلتك الكتير وتدخلك في حياتي. انت اصلا مالكيش انك تساليني عن اي حاجه. عايزه ايه اكتر من اللي انا عامله لك يا ديما؟ معيشك انت واهلك ملوك، ايه المطلوب اكتر من كده؟ جاسر انا بني ادمه، انا مش مجرد عروسه حلوه ساحبها في ايدك في كل حته. هو انا ناقصني ايه بالظبط كده؟ انت ناقصك ايه؟ انت مش ناقصك اي حاجه، اديكي قلتيها بنفسك. ما انا بسألك عايز اعرف ناقصني ايه عشان تحبني. احبك؟ احبك ليه يا ديما؟ هو انت بتحبيني؟ انت بتحبي فلوسي، بتحبي احساسك بالامان، اني ليكي ظهر انت واهلك. ديما انا لو بطلت اعمل الدور ده انت هتندمي قوي. بعد كده لما ما ردش عليكي في التليفون ما تجيش تدوري عليا في نص الليل ابدا، فاهمه؟ ده اخر انذار ليكي. يلا روحي روحي. حاضر. روحي.
الأمور. هو في إيه؟ إيه الموضوع؟ موضوع إيه؟ من ساعة ما رجعت القتيل وأنا حاسك بتبعد عني. في الأول قلت أكيد مشغولة، بس حتى أنا بقيت أكلمك برضه ما ترديش عليا. بصراحة مشغولة. وبعدين يعني عادل، وانا لو رديت عليك في التليفون هنقول ايه جديد؟ مش فاهم ده ايه اللهجة الجديدة دي؟ هو انت عايز توصلي لحاجة معينة؟ برافو عليك، اخيرا استوعبت. بقولك يا عادل، انا اللي كان شدني ليك في الاول انك انسان ذكي، بس مش عارفة ليه دي فلتت منك المرة دي. هو حصل ايه لكل ده؟ انا يا سيدي هقولك حصل ايه. انا رجعتك الفندق هنا علشان بس احساس التأنيب الضمير. انا اللي اتصلت بيك وقلت لك اطلع، وانت كنت مرعوب وميت في جلدك، وبصراحه كان عندك حق. انا بقيتش فارق معايا الكلام ده كله دلوقتي، انا فارق معايا حاجه واحده بس، انت بقيتش تحبيني زي الاول. نعم. طب بذمتك انا عمري قلت لك ان انا بحبك؟ امال كان هيحصل بينا ده كان ايه؟ اللي كان هيحصل كان هيحصل وما حصلش، وربنا بعت لي جاسر في الوقت المناسب. وبعدين يا عادل، انا مش عارفه انت ازاي مش فاهمني لحد دلوقتي. انا كده اللي شقيه شويه ودماغي اوقات بتروح وبتيجي. وعلى فكره حتى لو جاسر ما كانش موجود ما كنتش هتطول مني حاجه، هي بس اللي دماغي كده اوقات بتتجنن، مش عارفه اعمل ايه. دنيا انا بحبك. وانا لا، ما بحبكش، وعمري ما حطيتك في دماغي. وبعدين بصراحه يا عادل، بعد ما انت ما مشيت جسر حلفني بيني وبينك حاجه، قلت له لا وحلفت، وانت عارف ان انا ما بكذبش ولا بحب ابقى كدابه. بصراحه بقى انا عايزه الموضوع ده يتقفل لحد كده. شكلك بتلعب على تقيل يا زهر، انا بقيت شمالي عينك زي الاول. احسبها بقى زي ما تحسبها. بقولك يا عادل نصيحه، كل عيش كل عيش كده واشتغل زيه. هاكل. مساء الخير. مساء النور. واضح ان انت مشغوله، اجي لك وقت تاني. لا لا خالص، تعالى اقعد، ده مستر عادل كان قايم. خلاص تعالى. هو ايه الموضوع بالظبط؟ فجأة كده عايز تشتغل وتكبر وتطور من نفسك؟ انا مش فاهمة حاجة. لا هو مش فجأة قوي ولا حاجة، هو أنا بعد ما تعينت هنا بكام شهر حسيت إن جوايا حاجات أكتر أقدر أقدمها، وبالرغم إن أنا عارف إن أنا تعبتك معايا، إنما حاسس إنك في ظهري وعايزة تساعديني، وعشان كده أنا عايز أثبت لك إني أقدر أكون أحسن، عايز أثبت ده ليك أنت بالذات. أنا؟ إشمعنى يعني؟ بصراحة أنت أكتر حد أنا حبيته في المكان هنا. ازاي؟ البني ادمين طاقة، وانت طاقتك مريحة بالنسبة لي من أول ما شفتك. أنت عارفة لما كنت بتخصمي لي أو بتاخدي أي قرار ضدي، مش عارف ليه ما كنتش بتضايق. كلامك حلو يا مصطفى. حلو، حلو أوي. دنيا اعملي لمصطفى كل اللي تقدري عليه عشان ترفعي منه. اعملي أقصى حاجة تقدري عليها. مصطفى انت كويس؟ لا لا ابدا ولا حاجه، انا كده بس ساعات بسرح شويه، ما تاخديش في بالك. طيب يا سيدي، بص انا عاجبني حماسك قوي، وما تقلقش انا ان شاء الله هحاول اساعدك، بس سيبني عشان الموضوع ده محتاج تكتيك شويه. اوكي، تكتيك على مهلك وانا مستني. انا مستني. اتفضل.